مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أبواق الخيانة والغدر، الخونة والعملاء الموجودين في الخارج لا يتأخرون لحظة واحدة في محاولة تشويه سمعة الجزائر ونشر معلومات مغلوطة، وفي المقابل الجهات المعنية داخل الجزائر لا ترد على تلك الهجمات والأكاذيب والإشاعات والتغليظ المتعمد، سواء من صمت المسؤولين، عدم ردهم ببيانات رسمية، أو عن طريق الإعلام العمومي أو حتى الخاص. وعلى رأس هؤلاء الخونة المسمى هشام عبود. هذا هشام عبود دائما ما ينشر إشاعات وأخبار مغلوطة، وقد كشفنا ذلك عدة مرات، وهدفه هو إدخال الريبة والشك في نفوس الجزائريين ومحاولة زعزعة الثقة بين قادة الجيش والمرؤوسين. ويبدو أنه ينفذ خطة مدبرة من مخابرات مروك الجبان. في آخر كذبة يطلقها هذا الكابتان المطرود من الجيش الخائن العميل هشام عبود، يزعم أن الجنرال حسان كان حاضر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي انعقد آخر مرة. لنعرف باقي التفاصيل من بنزديرة. كما هو معروف، أبواق الخيانة والغدر، الخونة والعملاء اللي موجودين في الخارج وتعرفوا أسمائهم بالواحد، لا يتأخرون لحظة في محاولة ضرب أمن واستقرار البلاد، في محاولة تشويه سمعة الجزائر، في محاولة نشر معلومات مغلوطة. بالمقابل الجهات الرسمية في الجزائر لا ترد على هذه الاتهامات، ولا ترد على هذه الهجمات، ولا ترد على هذا التغليط المتعمد، لأنه الخونة والعملاء يتعمدون في نشر الإشاعات والأكاذيب، لكن من جهة الرسمية سواء الإعلام العمومي الرسمي أو الخاص ما يردوش على هذه الاتهامات، ما فيش فيها معالج. إذن مثل ما قلت، من بين طبعا مثل ما تعرفوا الناس اللي ينشروا الإشاعات، خنزير باريس. خنزير باريس دائما مثل ما قلت لكم كيكون فارغ شغل وما عندوش وش يتكلم، يجيب تفاهات، يتكلم على الساك تاع مرض تبون، يتكلم على مرض تبون هو لبس عليه، يتكلم على قائد أركان مصاب بكورونا هو لبس عليه، يتكلم على وزير الخارجية أنه في صراع مع رئيس الجمهورية وهي الأمور طيبة والدنيا هانية، يتكلم على تفاهات، يتكلم على الفط هو لبس عليه، يتكلم على قائد أركان مصاب بكورونا هو لبس عليه، يتكلم على وزير الخارجية أنه في صراع مع رئيس الجمهورية وهي الأمور طيبة والدنيا هانية، يتكلم على تفاهات، يتكلم على فاتورة الويسكي والبيستاج تاع قائد الأركان، يتكلم على صراع داخل هرم الأجنحة وعندي مصادر رسمية وعندي معلومات وعندي كذا وعندي كذا، يتكلم على أمور، يتكلم على سجن جنرالات، محمد قايد راه في السجن وعذبوه وقسميه لبسوا له كومبينيزون ضربوه ولبسوا له كومبينيزون مشمخ بالبول ولبسوه وكذا، وجنرال هشام راه مدخلوه الحبس ولا راه ينخلوه، يعني إشاعات لا أساس لها من الصحة. مثل ما خبرتكم هذه المعلومات ما تخباش، جنرال قايد يدخلوه الحبس دخلوه الحبس وراه المشكل، وراه المشكل. لكن كي تكون أخبار غير صحيحة، السؤال لماذا ينشر خنزير باريس هذه الأخبار المغلوطة أو الأخبار الكاذبة أو الأخبار المغرضة؟ الجواب واضح، وهو محاولة زرع الفتنة وعدم الاستقرار في مؤسسات الدولة، إدخال الريبة والشك، ومحاولة زعزعة ثقة أفراد المؤسسة العسكرية في قيادتهم. هذا هو الهدف، يعني كاين منهجية يعني مخطط لها ومسطر لها في الدوائر المغربية.
بكل صراحة ووضوح. خزي الباريس في آخر فيديو مثل ما أرسلوا لي قال لك أنه المجلس أعلى للأمن ونشر صورة وحاضرين فيه جنرال فلان 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 وجنرال حسن اللي هو قائد سكورات سابقا والذي قضى 5 سنوات سجن ظلم وزور وبهتان وخرج براءة مثله مثل كل الأبرياء اللي خرجوا براءة كان نتيجة تصفية حسابات مثل ما تكلمنا أكثر من مرة. الغريب في الأمر أنه خنزير باريس مشكلته أنه لا يعرف الرتب بالرغم من أنه كان نقيب في الجيش، ما يعرفش الترتيب وما يعرفش ما يعرفش كيف نقول المناصب في المؤسسة العسكرية أو يتعمد يغلط على الناس. أنا نظن ما يعرفش اللي يعطوا معلومات يغلطوا فيه لأنهم لقاوه حلوه في منتل وبغل ما يفهمش. يعطوا معلومات مسمومة وهو ينشط. مثل ما قلت لكم في أكثر من مرة أنه مرات نشوف أنه مليح خليه ينشر معلومات غلط. ينشر معلومات غلطة ومضللة مليح. لكن مرات نقول لا، احنا كدورنا احنا كإعلاميين دورنا هو توعية الشباب باش ما نغلطوش الشباب، لأنه ممكن يسمعوا من عند خنزير باريس كلام ولا يجدون من يؤكد أو يكذب هذا الكلام يصدقوه، يقولك مادام ما ردوش عليه إذا كلامه صحيح. لكن أنا نقوله بنسدير عليك بالمرصاد وبالدليل. المجلس الأعلى للأمن مثل العادة يحضروه في المؤسسة العسكرية، يحضروا الجنرال أو اللواء، اللواء شرط تقول للأمور يعني جنرال ماجور اللواء جبار مهنا بصفته كمدير دائرة جديدة في الأمن، ويحضروا مدير الأمن الخارجي اللي هو الجنرال محفوظ، ويحضروا عن مديرية الأمن العسكري الجنرال سيد علي والزميرلي، ويحضروا عن مديرية الأمن الداخلي عبد الغني راشدي مدير الأمن الداخلي، ويحضروا عن قيادة الجيش قيادة الدرك الوطني قائد الأركان في الدرك الوطني نيابة عن قائد الجيش. إذن يحضروا هذو 5 بمرسوم رئاسي محدد. هو يكذب البارح يقول أنه اللي حضر في الاجتماع الجنرال حسن في آخر اجتماع المجلس أعلى الأمن يقول أنه الجنرال حسن كان حاضر مع الجنرال محفوظ والجنرال جبار مهنا، وأكثر من هذا يقول أنه الجنرال حسن المنصب نتاعه الآن الجديد هو نائب سيد علي والزميرلي يعني نائب مدير الجيش، نائب مدير مديرية أمن الجيش. يعني أنا نقول له إذا كنت يا كنت ضابط وما تعرفش هذه الأمور اللي هي تقنية بسيطة خسارة فيك الفترة اللي قضيتها في الجيش، لأنه يا خنزير يا منتل سيد علي والزميرلي الرتبة نتاعه جنرال عميد، عميد جنرال، وحسان الرتبة نتاعه جنرال ماجور لواء، لواء والآخر عميد يعني هو أكثر مرة في رتبة. كيفاش أنت يا بغل يا خنزير منتل كيفاش حسان جنرال ماجور يكون نائب سيد علي والزميرلي اللي هو جنرال؟ ما تخش في عقلك، مش منطقي. يعني لواء نائب نتاع واحد عميد مش منطقي. هذاك عميد جنرال والاخر جنرال ماجور كيفاش يولي نائب نتاعو؟ ما يقبلها لا عقل ولا ترتيب في الجيش ولا منطق ولا اي يعني علم القبر ما يقبلهاش. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه لاعلام الناس باش ما يغلطكمش، هذا الخنزير باريس الجنرال حسن لا يملك أي منصب في الوقت الحالي، راه متقاعد مثل ما كان، قد يتم استدعائه في قادم الأيام أو الأسابيع لتولي أي منصب مثله مثل جنرال جبار مهنا الذي تم تكليفه بمهمة طبعا وهو الآن عضو في مجلس أعلى الأمن. لكن لحد الساعة اللي نتكلم معكم اليوم الجنرال حسن في بيته متقاعد، ما عنده حتى منصب، ما عنده حتى مهمة.
الذي كان حاضر في الاجتماع هو الجنرال ولدزميري مدير الامن العسكري، هو اللي كان في الاجتماع وليس رسام. الجنرال ولدزميري اللي ممكن اللي يعرفوه ممكن يشوفوه تغير في وجهه شويه، نعم لانه كان مريض، كان يتلقى علاج، كان مريض، فمر فتره نقاهه، اذا الملامح نتاعو شويه تغيرت. لكن حتى اللي ما يعرفوش كي كان لبس عليه وشويه خشين ما عنده حتى علاقه، يعني ما يشبهش الحسن. حسن عنده كيما يقول لك الناس شكل، وسيدي عندي شكل، ما عندهمش علاقه. هو يقول لك باللي هذاك اللي كان هو حسن، قول له راك تكذب على الناس وتكذب على نفسك. اللي غلطوك شنو واحد كابران كذب عليك وغلطك يا خنزير باريس، ما تغلطش على الناس. اللي كان هو مدير الامن العسكري سيدي علي وليس حسن، وحسن ما كانش حاضر وما عنده حتى منصب. السر في الكلام نتاعو مش مشكل حسن يحضر ما يحضرش، المشكل انه يريد ان يقول انه هناك عوده لجماعه الجنرال توفيق، والجنرال توفيق ولا يحكم. هذا هو الشيء يقصد هو خنزير باريس، وقالها، قال انه حسن معروف انه ولاء للجنرال توفيق ومحسوب على الجنرال توفيق، وتم سجنه زكاره في التوفيق، والتوفيق اول مره في حياته يكتب رساله ويخرج للعلن من اجل حسن، دافع على حسن. حتى الناس قال لك بلي نسيبه، مش عارف انا نسيبه كفاه، ما فهمتش انا يا توفيق، عاطي له بنته وعاطي له اخته وعاطي له، ما فهمتش انا فين نسيبه. توفيق بناته متزوجين باطباء في اللاج تاعهم في سنهم، ومش حسن، حسن في مقام باباهم. اخته توفيق ما عندوش، عنده واحده اخت الله يرحمها ماتت، عنده واحده اخت الله يرحمها ماتت، عندها قرن وزماره ملي ماتت. طلعها توفيق ما عنده لا خاوت ولاد لا خواتات ونساء على قيد الحياه، عنده واحده اخت وماتت، وتكلمنا على الموضوع هذا. اذا نسيبه في واش؟ ما فهمتش انا، ما عنده حتى علاقه. علاقه اللي بينتهم هي علاقه مهنيه، والتوفيق يعرف قيمه الرجال ويعرف قيمه الجنرالات اللي ضحاوا من اجل الجزائر، وضحاوا بانفسهم بشبابهم بحياتهم بكل ما يملكون. والجنرال حسان من بين خيرة الضباط اللي ضحاوا من اجل الجزائر ظلم وسجن على هذا الاساس اللي جنرال توفيق دافع عليه وتكلم وقال كلمه حق، واثبتت الايام ان الجنرال حسان بريء مثله مثل الجنرال جبار مهنا، مثل الجنرال توفيق، مثل كثير من المظلومين. كانت تصفيه حسابات وتكلمنا على الموضوع. اذا خنزير باريس يكذب ويصدق الكذبه ويروج لها. اذا مشاهدينا الكرام، كما سمعنا فالكابيتان المطرود من الجيش العميل الخائن هشام عبود يدعي بأن الجنرال حسان كان حاضر في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بصفته نائب مدير أمن الجيش العميد سيد علي ودزميرلي، لكنه لا يعلم بأن اللواء حسان أعلى رتبة منه، لتنكشف كذبة أخرى من أكتوباته المتكررة والمستمرة. والغريب في الأمر فإن بنسديرة يؤكد بأن لواء حسان لا يشتغل أي منصب في الجيش لحد الآن منذ خروجه من السجن. وهدف هذا الخائن طبعا هو إيهام الرأي العام بأن تيار الفريق توفيق يعود بقوة إلى الواجهة، وهو من يحكم في ذوالب السلطة حاليا. إلى اللقاء.